بأس، هذه رسميا أكبر متعة حصلت عليها. نعم، استمر في اتجاه المتجر لأني أكتب قائمة البقالة. آسف. حسنا، أريد اللحم وزبدة السوداني مقرمش، أشياء متنوعة. هنري! واو واو، ماذا رجل؟ ماذا؟ لا تنظر من المناظير بينما تقود المروحية. أرى مشجعات في الأسفل، انظر فتيات. لا يهمني ما ترى فتيات. هي. أعطني هذا. حسنا. نعم. إنها مجموعة من المشجعات. هي. ماذا؟ المشجعات سيردن أن يلتقطن سيلفي مع كابتن مان والفتى البطل. نعم، هذا مؤكد. تبدو رائعاً يا كابتن مان. إحساس رائع أيها الفتى. لا بأس، سأهبط بالقرب من المشجعات. لا، سأهبط أنا. يمكنني الهبوط. هل هبطت بها سابقاً؟ لا، لكن... حسناً، إذن لم تهبط بمروحية، لكن تعرف كيف تهبط بها. بالطبع. لا أظن أن الهبوط بها صعب. صعب أن تهبط بمروحية، لهذا سأقوم بهذا. لا، تريد أن تستعرض أمام المشجعات. هاي، خمن ماذا؟ أنت محق، بدل مكانك معي. ماذا؟ لا، هذا القبطان يتحدث الآن. ابتعد عن المفرق. سأهبط بنفسي. هنري، لا ألعب معك. ابتعد عن المفرق. ماذا تفعل؟ لن تهبط بهذه المروحية. تحرك. لا تلمسني. تحرك. هاي، هذه المروحية التي استأجرها ري. نعم، هيا نلوح. هاي، انظر إلينا. ها هنا نحن. نعم. هنا. ابتعد عن المخرج. أنا الرجل وأنت الطفل. هل تفهم؟ ابتعد عن المخرج. حسنا، لا بأس. حسنا، كل شيء بخير، إنه لا يدمر. إذن المشكلة أنه طار من المروحية. هاي، هل ألقى ري وهنري شيئاً من المروحية؟ نعم، يبدو أنه مجسم كابتن مان. نعم، صحيح. انتظر، هل تسمع شيئاً؟ نعم، يبدو مثل... إن هذا ليس مجسماً. يا إلهي، إنه ري. انتظر. ماذا؟ سوف يهبط فوق الحلوى. نعم، سيفعل. هذا ممتاز. أعرف، هذه مصادفة حقا. على وشك الهبوط. هيا هنا. هيا يا هنا. هنا. هيا، يمكنك هنا. هذا هنا تماما. قريب جدا. أنا بخير. حسناً، إذن أين تريدنا الذهاب؟ نريد الذهاب إلى حيث تريد. إجابة جيدة. لا، أنا آسف جداً. آسف، أنا لم أقصد ذلك. أنا آسف جداً.